حضور جماهيري كبير ولافت هنا في ملعب نادي الوحدة بتريم حضرموت، حيث اكتظت المدرجات لمتابعة بطولة كرة الطائرة للفرق الشعبية التابعة لنادي الوحدة بتريم. اللافت هذا العام في البطولة هي الأهازيج الشعبية والفلكلورية لرابطة فريق القادسية التي أشعلت حماس مدرجات الملعب، خصوصا في المباراة النهائية التي جمعت التحالف بحي المحيدرة والقادسية بحي خيلة بمدينة تريم. هذه تريم وهذه حضرموت، حضرموت الخير والعطاء. نحن اليوم نشاهد تآزر رياضي وتكاتف لمدينة عرفت بأنها إشعاع حضاري وإشعاع ديني ودعوي، وهي اليوم تمارس هذا النشاط من خلال النشاط الرياضي. شارك في هذه البطولة وبنسختها السادسة خمس فرق شعبية تابعة لنادي الوحدة بنظام المجموعة الواحدة الكل مع الكل، ويتأهل إلى النهائي بطل المجموعة ووصيفها. نادي الوحدة الرياضي مهتم كثير بهذه اللعبة، بالذات بطولة كرة الطائرة، وتعتبر هذه البطولة الثالثة ينظمها نادي سنويا في بمناسبة الأعياد. طبعا هذا الدوري كان بمشاركة خمس أفرقة لعبوا بنظام الكل مع الكل، يتأهل المباراة النهائية بطل المجموعة ووصيف المجموعة. انتهت المباراة بفوز من فريق القادسية على نظيره التحالف بثلاث نقاط لنقطة واحدة بعد مباراة شهدت تنافسا شديدا بين الفريقين. كانت المباراة الأولية فيها حماس من الطرفين، فريق التحالف أبلة بلا حسن الشوط الأول كان من نصيبه، وكان الحمد لله رب فرقنا بالنتيجة انتهت 3-1 لصالحنا. نبارك لفريقنا الفوز، الحمد لله توجنا اليوم بالبطولة مع جماهيرنا الغالية، ما تقصر دائما في مناظرة الفريق من أول مباراة، ما شاء الله تبارك الله. كل نشاهد اليوم المباراة متعة ما شاء الله، واستحالف كان فريق ند وقوي وقد فاز في الدور الأول علينا، ولكن اليوم ما شاء الله الفريق رد الصاع بصاعين. تهدف هذه البطولة إلى تنشيط الجانب الرياضي بالمديرية وصقل مواهبهم واختيارهم لتمثيل النادي في المشاركات المحلية والخارجية، كما تعد البطولة الشعبية جانبا ترفيهيا استمر خلال فترة عيد الفطر المبارك في ظل انعدام الحدائق والمنتزهات. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم بحضرموت.